أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما موقف المسلم أمام من يتكلم في أعراض رجال الحسبة الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؟ ينصحه ويبين له أنه لا يجوز له الكلام هذا، ويمكن أنه جايبه من باب الغيرة كما يدعي أو كما هو الواقع، بعض الناس فيه غيرة ويحسب أنه إذا تكلم برجال الحسبة أن هذا من الغيرة ومن إنكار المنكر. لا، هذا منكر، نفس العمل هذا منكر. فتبين له هذا، تقول له: يا أخي، ما يجوز لك الكلام هذا. رجال الحسبة يجب أن يشجعوا ويثنى عليهم، ولا يتكلم فيهم في المجالس، لأن هذا يجرئ السفهاء عليهم ويقلل قيمتهم عند الناس. وكونك تسر إلى من ترى عليه خطأ منهم هذا لا بأس، طيب. أما أنك في المجالس تعتبر هذا من باب إنكار المنكر ومن الغيرة، فلا، هذا هو المنكر نفسه. هذا يسيء الظن برجال الحسبة ويبغضهم إلى الناس ويقلل الثقة بهم، وفيه أضرار. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.